السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنتشارك معكم هذا الدريس. هذا تيجي على هذا الشكل، فيه الراندا ديال الفراشة. هذا الدرس كيجي متناسق مع أي راندا درنا ديال الفراشة، خصوصا إلى درنا الراندا نازلة لقدام ديال الفراشة على طول الجلابة، فكنديرو هذا الدريس في الكمام والقب. تيجي شوية كبير وتيجي زوين. نتمنى أن هذا الدرس يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح ينال الإعجاب ديالكم. غادي نبدأ معكم إن شاء الله من الأول، وما تنسوش أخواتي تنزلوا الضغط على زر الإعجاب، واللي ما مشاركش في القناة تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. بالنسبة للحرير أخواتي راه مبروم على جوج شعرات. البرة غنخدم بالبرة نمرة 6. غنبداو بالحرير في اللون ديال التوب. هنايا أخواتي عندي الملاقية ديال الماكينة. دائما ملي تكون عندنا الملاقية ديال الماكينة نجيو لهنا للجهة اللي على اليمين، نشدو فيها هي الأولى باش ملي نبداو نخدمو ما يتمازاش لينا التوب وما تحلش لينا هاد الزدية. نثبتو هنايا الخيط، نجي لهنا نحسبو بالضربة الأولى اللي ضربنا، نحسبو 6. 1 2 3 4 5 6. صافي غنديرو هنا واحد القوس. بالنسبة للقياس ديال هاد القوس أخواتي غتخليو قياس الوسط بحال جوج ضربات، ها وحدة ها جوج، تشدو هنا. هذا غير القياس بالنسبة للأخوات المبتدئات، أما اللي كيخدمو بزاف راه غيعرفو أنهم يجيبو هذا الدرس كله قياس واحد. كنت باغا ندير الحبكة ولكن غير مبغيتش نكتر عليكم حقاش هذا الدرس، باغا نخدمو فيه في الأول هذا القوس ومن بعد غنديرو الفراشة وعاد غنديرو سنينات. داكشي علاش مبغيتش نزيد عليكم عاوتاني بالحبكة، يعني غتجي الخدمة كتيرة. داكشي علاش نخدمو مباشرة في التوب. صافي نخلي هاد الخيط متلوق واحد شويه ونرجع لهنا لهاد العوينه، تنضوبلو هاد القوس على جوج مرات. صافي ونعاود نجي لهنا للعوينه اللي حداها، تيولي عندنا هنا واحد الخويط، يعني واحد العوينه. غنبقى نخدم في هاد العوينه ونشد في القوس. صافي غنرجع لهنا للقوس بحال اللي كنخدموا الملاقيه ديال واحد، غير هي من هنا كنشدوا في القوس ومن هنا كيبقى عندنا الفراغ. نعاود نرجع في هاد العوينه ونشد في القوس، ملي نبدا راجع نشد في هاد العوينه. صافي عندنا هنا غير الحاشيه، غنرجع ونشد في القوس، نرجع في هاد العوينه. ملي نكون نازله نخلي الخيط الفوق ونشد في القوس. واخا تبان لينا هاد العماره هادي جات لهنا، نعاودو نرجعوها ونعمرو القوس. غنبقى نخدم حتى يوليو عندنا هنا 10 العوينات. هو القياس اللي خدمت به انا وجا مزيان. نحسبوا هاد العوينات 1 2 3 4 5 6 7 8. غنزيد جوجات المهم ديروا 10 او لا 9. هذا هو القياس اللي درت انا وجاتني الخدمه مزيانه. بقى لي هاد العوينه باش نكمل 10. صافي هادو هما 10 العوينات. غنشد دابا هنا في التوب ونرجع نخدم في هاد العوينه وننزلها حتى هي لعند التوب.
صافي اخواتي، ها نتوما راه كنعمروا هذا القوس مزيان باش الدور النبي هذيك الرانده ديال الفراشه. نحسبوا هاد العوينات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، المهم ديروا 10 اولا 9، هذا هو القياس. صافي ها نتوما غنحسبوا دابا هاد الضربات اللي عندنا هنا، نحسبوا من هاد الضربه اخواتي اللي كاين هنا اللي في هاد القوس، غنحسبوا 1 2 3 4 5، ونخلي واحد العوينه الوسط هي 6، ونخدموا عاوتاني هنا 5 ديال القوس الجديد، 1 2 3 4 5، يعني المجموع هنا 11. من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. صافي بنفس الطريقه غندير هنا واحد القوس، نحسبه بحال القياس هنا الوسط 2 ضربات، 1 2، ونشد هنا، نرخيو هاد القوس، نرجع لهنا، تندوبلو هاد القوس ونجي لهنا لهاد العوينه. صافي تتولي عندنا هنا هاد العوينه، غنبقى نخدم فيها ونشد في القوس، نرجع لهاد العوينه، ملي نكون نازله نخدم عاوتاني في هاد العوينه ونشد في القوس بنفس الطريقه اخواتي كيف ما وريت لكم من قبل. غنبقى نخدم حتى يوليو عندي هنايا في الجن 10 العوينات. واخا يبان لكم اخواتي القوس راه عمر، المهم زيروه وكملوا القياس ديالكم. بقات هاد العوينه الاخر غنكملها، واخا تبان لكم اخواتي الخدمه راها مزيره، المهم كملوا القياس ديالكم. صافي ملي تنكملوا 10 غنشد هنا في الثوب، نرجع لهاد العوينه وننزلها حتى هي لعند الثوب لهنا. صافي اخواتي هانتوما بهذه الطريقه تنكملوا هاد القوس. دابا كيف ما هنا غنخدم عاوتاني 11 عين ونبدا القوس الاخر، كنبداو هاد 11 من هنا من هاد الضربه هادي، 1 2 3 4، ونكملوا حتى نكمل 11 ونبداو قوس اخر بنفس الطريقه اخواتي. انا غنكمل هاد الخدمه من بعد، غادي نركب دابا خيط في اللون الاخر وغندوزو باش نخدموا الفراشه. وبالنسبه لهاد اللون راه حتى هو مبروم على 2 شعرات. نجي لهنا اخواتي هانتوما غنخلي هاد العوينه 1 2 3، غنشد هنا في هاد العوينه الاولى، نثبت فيها الحرير ونجي لهنا لهاد العوينه وننقص هاد العوينه ما نخدمش فيها، ونجي لهنا. بغيتو تبداو في هاد العوينه بداو، وبغيتو تبداو في هادي، المهم غير باش تجيكم الفراشه طالعه مع هاد الجهه كامله. غنشد هنا، غنشد دابا هنا، وعاد غنبدا شاده دابا في هاد العوينات ونبدا دايره. نرجع هنا اخواتي، ولكن قبل ما نخدم هنا غادي ندير واحد الضربه هنا ونجيبها لهنا لهاد الجهه بهاد الشكل. صافي ونخدم في هاد العوينه هنا في هاد الجهه، كنبقاو نضربو 2 ضربات حقاش هنا بغينا واحد العوينه تبقى دايره لينا في الجنب ديال هاد الفراشه. غنعاود نخدم هاد الضربه هنا ونجي نخدم في هاد الخيط واحد الضربه، ولكن ننزلها دابا هنا لهاد الجهه. صافي ونجي لهاد العوينه اللي في هاد القوس، نخدم فيها بحال هكا. صافي ونجي نخدم دابا هنا، نضرب هاد الضربه هنا في هاد الخيط، ولكن هنا كنعاودو نخدمو هاد العوينه غير باش تبقى لينا هاد الضربه دايره في الجنب ديال الفراشه. نعاود نخدم هنا في هاد العوينه، صافي ونجي نهز هاد الخيط، نضرب فيه واحد الضربه وننزلها لتحت، مره كنضربو ضربه هنا مره هنا، وغنشد هنا. دابا اخواتي ملي غنبغي نجمع هاد الفراشه غنشد هنا في نفس العوينه، المهم غتشوفوا علاش، حقاش بغينا هاد الفراشه تجي دايره وتجينا كافيه هاد الدوره هادي. دابا غنجمع هاد الخيوط هادو، غنجي لهنا
وغنجمع هاد الخيوط كلهم بحال هكا. راني سبق ليا اخواتي وخدمت معكم هاد الفراشه. دابا قبل ما نضرب هاد العوينه هادي كنهز هاد الخيط هذا كنضرب فيه واحد الضربه بحال هكا، وعاد كنخدموا في هاد العوينه. هاد العوينه اللي بغيناها تجي دايره في الجنب ديال الفراشه. دابا غنخدم في هاد العوينه، ولكن قبل ما نبدا واحده اخرى غنضرب واحد الضربه هنايا، ندير واحد العوينه خاويه بحال هكا، كنرجعوا غير في هاد العوينه صافي. وعاد نجي لهنا غنشد في هاد الخيط هذا باش يبقاو لينا هاد الفراشات مزيين، ما نجيش مباشره للقوس صافي. وعاد غنجي دابا للقوس لهاد العوينه، نشد فيها ونهز هاد الخيط، نخدم فيه واحد الضربه ونجيبها لهنا، حقاش انا غادي طالعه حتى هاد الضربه غنطلعها لفوق ونخدم هاد العوينه. نرجع نخدم في هاد العوينه، ودابا انا نازله غنضرب واحد الضربه في هاد الخيط، ولكن غننزل هاد الضربه لتحت لهنا لعند القوس صافي. دابا ولاو عندنا ثلاثه الخيوطه، غنشد عاوتاني هنا في هاد العوينه ونرجع، غيوليو عندنا دابا اربعه. دابا مع انا طالعه حتى هاد الضربه غنطلعها لهنا الفوق ونخدم هاد العوينه، ضروري نخدمو هاد العوينه. ملي نكون نازله ندير الخيط الفوق نخدم هاد العوينه هي الاولى، وعاد نضرب هاد الضربه اللي تنضربو في هاد الخيوطه وننزلها هنا لتحت لعند القوس. دابا ملي نبغي نجمع هاد الفراشه اخواتي غنخدم في نفس العوينه هنا، في نفس العوينه اللي خدمت فيها من قبل صافي. ندير الخيط لتحت ونجمع هاد الخويطات كاملين، نضرب واحد الضربه بحال هكا الوسط، نحاول نجيبو هاد الضربه الوسط صافي. ونخدم في هاد الخيط، تنهزو غير الخيط الاخر، نخدم فيه هاد الضربه هنا ونخدم في هاد العوينه. وقبل ما نبدا فراشه اخرى غنضرب واحد الضربه هنايا غير باش تجينا هاد الجهه دايره. نعاود نرجع هنا، ونرجع صافي، وننزل نشد هنا في هاد الخيط التحتاني هو الاول باش يجيو الفراشات مزديات، وعاد نجي للعوينه اللي في القوس صافي. دابا غنخدم في هاد الخيط، هانتوما هاد الضربه اللي ضربت هنا كنطلعوها هنا الفوق ونخدم هاد العوينه. نخدم هاد العوينه هي الاولى، وعاد نجي لهاد الخيط هذا نخدم فيه واحد الضربه وننزلها لتحت. هانتوما ولاو عندنا دابا ثلاثه الخيوطه، نعاود نشد هنا في القوس، نهز هاد الخيط الاخر نضرب فيه واحد الضربه ونطلعها بحال هكا الفوق، واحد جوج ثلاثه اربعه، اربعه الخيوطه دابا، ونخدم في هاد العوينه. نرجع في هاد العوينه ونهز هاد الخيط الاخر وننزل فيه، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. دابا خمسة الخيوطة، ملي كنديرو خمسة غنخدم هنا في نفس العوينة ونجي لهنا نهز هاد الخيوطة كاملين. وقبل ما نجي لهاد العوينة نخدم هنا ونخدم في هاد العوينة، نخليو هنا واحد الضربة خاوية كنخدموها بحال هكا، وعاد نزله نخدم في هاد الخيط هو الاول. هانتوما دابا اخواتي حنا دايرين مع القوس صافي. نجي لهاد العوينه اللي في هاد القوس، نهز هاد الخيط نضرب واحد الضربه هنا ونخدم هاد العوينه. دائما هاد الخدمه اللي كنخدموا هنا الفوق غير باش ما تدوخوش، ملي كنكونوا طالعين دائما كنضربوا جوج ضربات، ضربه هنا وهاد العوينه. دابا ملي غنكون راجعه غنضرب ضربه، ولكن الضربة الثانية غنضرب هنا لتحت، نزلوها بحال هكا لتحت صافي، ونشد في القوس. دابا انا طالعة غنضرب عاوتاني جوج ضربات، ضربة هنا في الخيط وضربة في هاد العوينة. انا نازلة ضروري نخدم هاد العوينة هادي، وعاد نهز هاد الخيط الاخر نضرب فيه واحد الضربة، ديك الضربة نزلها لهنا عاد القوس صافي. دابا ملي غنبغي نطلع غنبغي نجمع غنخدم في نفس العوينة، نجمع هاد الخيوطه كلهم بحال هكا،
وقبل ما نخدم في هذه العوينه نهز الخيط الاخر نضرب فيه واحد الضربه صافي ونخدم في العوينه. انتم اخواتي غير باش تمشي لكم الخدمه مزيانه دوروا الدرسه بحال هكا وشدوا فيها. هنا ملي تنكملوا فراشه كنخدموا هنايا واحد العوينه بحال هكا، نعاود نرجع في هذه العوينه يعني كنخدموا بلا ما كننزلوا لهنا. نتمنى اخواتي يكون واضح ليكم، انا استقرت لكم واحد شويه صافي. نرجع قبل ما نجي لهنا خاصني نخدم في هذا الخيط باش يجيو الفراشات مزديات. انتوما صافي ونجي لهنا كيف ما العاده نهز هذا الخيط نضرب فيه واحد الضربه ونمشي نخدم في هذه العوينه. ملي نكون نازله نخدم في هذه العوينه نهز هذا الخيط نضرب فيه واحد الضربه وننزل هذه الضربه لعند القوس، نهز هذا الخيط الاخر نضرب فيه واحد الضربه الفوق. غير ملي نكونوا طالعين نضربوا هذه الضربه نطلعوها الفوق، وملي نكونوا نازلين نضربوا في الخيط الاخر ثاني ضربه ولكن نزلوها لتحت. فهمتوا اخواتي؟ غير باش ما تجيكم الصعيبه يعني ما تدوخكمش. وما نساوش هذه الضربه اللي في الجنب، دائما بغينا حنا هذه الضربه هذه الدور بحال هكا مع القوس، شفتوها هي تزيده هنا عندنا واحد الضربه. صافي نخدم دابا في الخيط الاخر. هنا اخواتي بقات لي هذه العوينه، ما نخدمش هنا في نفس العوينه حقاش بقات غير هذه. انا هنا بقات هذه العوينه بحال بحال الا بغيتوا تخدموا في هذه العوينه يمكن لكم ديروا في هذه الدوره ديال هذا القوس غير تسعود. انا قلت لكم في الاول يا اما تسعود يا اما 10، المهم الا درتوا 10 فراه غتكملوا بالخدمه هنا، درتوا تسعود غتكملوا هنا. المهم انا بقات هذه العوينه غنخدم فيها بحال هكا صافي، ونجمع هاد الخيوط كلهم بحال هكا. وقبل ما نخدم في هاد العوينه ضروري نهز هاد الخيط نضربو فيه. ها نتوما اخواتي هنا غير باش تفهموني مزيان، انا جربت شحال من درسه باش نقول لكم هاد الشيء، حقاش في الاول جربت حتى خدمت عاد لصقت جات هنا ماشي بحال هنا. حنا بغينا الدرسه تجي صحيحه ويجي الشكل ديالها بحال هنا بحال هنا. دابا ها نتوما ملي جيت لهنا قبل ما نضرب هاد العوينه غنزل هنا لعند التوب غنشوف هنا هاد الضربه الاولى فين كاينه، غنحسبو 1 2 3 4، الضربه الرابعه الخيط اللي فيها شدينا غنحسب هنا عاوتاني 1 2 3 4 ونشد هنا، غنشد هنايا ونرجع لهاد العوينه نخدم فيها وننزلها حتى هي لهنا بحال هنا. نزلنا هاد الضربه لهنا غنزلها حتى انا لهنا. هانتوما اخواتي شفتوا الفراشه كيفاش تجي، خاصنا ضروري هاك كل حاجه نعطيوها حقها وتجي صحيحه ويجي الشكل ديالها زوين. هانتوما ليا الدرسه تجي على هاد الشكل، غير تبعوا اخواتي هادشي اللي تنقول لكم راه ان شاء الله تجيكم بحال هادي. وتقدروا نتوما مع غتكونوا جالسين مرتاحين يعني ما كاين لا تليفون برزتكم ما حتى شي حاجه غتخدموها حتى احسن من هادي. حنا اخواتي شي مره ملي كنبغيو هكا نهزو ايدينا ولا نشوفو مزيان راه تيكون التليفون بيننا وبين الخدمه يعني المهم تنخدمو وصافي. ها نتوما نتمنى هاد الشرح يكون واضح ليكم، نتمنى الصوره حتى هي تكون واضحه. المهم اخواتي نفس الطريقه اللي درت هنا غنعاود نديرها هنا، غير ما غنطولش عليكم انا الفيديو، تقدروا تعودوا نفس هاد الفيديو هذا باش تخدموا هذه. المهم الوسط بعدا راه تيبقى عندنا هنايا شي ضربه، نحسبوا عاوتاني بحال هنا، نخليو ثاني 1 2 3. حنا دابا هنا مع خادمين غنخليو غير عين وحده، غنبقى نخدم تتبقى غير وحده بحال هكا. دابا نتبعوا على هنا، دابا هنا بقات عوينه وبدينا الفراشه، حتى هنا غنخلي هاد العوينه ونبدا الفراشه بحال هكا صافي. غير كتخدموا الدرسه الاولى صحيحه ومقاده صافي تتبعوا ليها. انا نرجع دابا في هاد الخيط نضرب ضربه ونرجع نخدم في هاد العوينه. هاد العوينه هي اللي تتبقى دايره لنا بالقوس كامل، تتبقى غاديه في الجنب ديال هاد الفراشه، وكنهزوا غير الخيط الاخر هو هذا كنخدموا فيه واحد الضربه. دابا انا نازله غنخدم فيه واحد الضربه ونزلها لهنا لعند القوس ونشد في العوينه الاولى. دابا انا راجعه غنهز الخيط الاخر نضرب فيه واحد الضربه ونطلع الفوق،
وضروري نضرب معايا هاد الضربه اللي تتبقى في الجنب. ملي نكون راجعه نضرب الضربه اللي تتبقى في الجنب ونخدم في هاد الخيط واحد الضربه، ولكن انا مع نازله غنزل هاد الضربه لتحت. دابا غنبغي نرجع ونجمع هاد الخيوطه، غنخدم في نفس العوينه. راه اخواتي كنخدموا هنا الضربه مقاربين، وهنا مره كنوسع بهاد الضربه هادي باش تجي الخدمه دايره. اما الا بقيت غادي كنخدم عادي راه غتولي غادي ليا الخدمه هاك وطالعه الفوق، يعني ما غدورش ليا مع القوس. داكشي علاش هنا كنعاود الضربه جوج مرات، وهنا مره كنضرب هاد الضربه، يعني كنوسعوا بها في هاد الجهه اللي الفوق. صافي اخواتي، دابا غنرجع في هاد الخيوطه غنجمعهم، وقبل ما نجي لهنا نخدم في هاد الخويط. شوفوا راه غير في الاول تخدموها تتبعوا مع الفيديو صافي وغتجيكم سهله. وصراحه هاد الدريس بحال هكا تيجي كبير وزوين. الا بغيتو هكا ديروه مع اي راندة ديال الفراشه، وتقدروا نتوما اخواتي ديروه في شي لون اخر يعني يجي حسن من هذا. المهم راه على حساب كل مره والتوب كيفاش تيكون. تقدر هكا حاجه تكون مخدومه في توب كتبان في شكل، وما تخدم في توب اخر او لون اخر كتبان في شكل. المهم هذا الدريس راه الصراحه تيجي زوين، غير عطيو حقه وعطيو وقته وخدموه بطريقه متقونه راه تيجي زوين. صافي اخواتي، ملي كنخدموا هنايا هاد العوينه هكا غير كنضوبلوها بلا ما ننزلوا لهنا، صافي غنعاود دابا نرجع في هذا الخيط. الا جيت مباشره نزلت لهنا راه ما غاتجينيش هاد الفراشه مزديه مع هادي. نشد هنا هو الاول وعاد نجي لهنا نشد في هاد العوينه. صافي دابا انا طالعه غنضرب في هاد الخيط الاخر واحد الضربه ونطلع الفوق ونخدم في هاد العوينه. نرجع نخدم في هاد العوينه، نهز الخيط الاخر نضرب فيه واحد الضربه. انا مع نازله غنزل هاد الضربه لتحت بحال هكا ونخدم هنا. هنا كنبقاو نخدمو حتى تيوليو خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة. نخدم في هاد العوينة، نكون راجعة نخدم هاد العوينة ونخدم في هاد الخيط الأخر، ننزل هاد الضربة لتحت. ملي غنبغي نطلع كملت خمسة الخيوط غنبغي نجمع غنخدم في نفس العوينة هنايا. صافي ونجمع هاد الخيوط كلهم. قبل ما نجي لهاد العوينة ضروري نهز هاد الخويط نخدمو فيه واحد الضربه ونخدم هنا في هاد العوينه. ملي كنبغيو نبداو فراشه اخرى كنخدمو هنا هاد العوينه هادي. المهم تتبقى لينا هنا واحد العوينه خاويه. صافي نجي لهاد الخيط الاخر نهزو نضرب فيه واحد الضربه، وعاد نجي لهنا للقوس الضربه اللي حدا هادي. هنا اخواتي راه الخيط سهله عادي بنفس الطريقه، غنركب خيط فوق هاد الضربه. من الاحسن باش ما يتحلش لينا الخيط غنركب فوق هاد الضربه هادي، ونبقى نخدم فوق هاد الخيط واحد شويه ونقطعو. اخواتي باش ما نطولش عليكم بنفس الطريقه غنركب خيط جديد نكمل هادي ونرجع لكم. انا كملت اخواتي هاد الدرسه بنفس الطريقه كيف ما خدمت معكم الاولى. دابا غنجيب الخيط الاول اللي خدمت به، اللول اللي كنا بدينا به، غنجي لهنا غندور واحد السنينات في هذا القوس. غير هي غنديروا سنينه مغلفه، نجيو لهاد العوينه اللي ثبتنا فيها في الاول الخيط هادي نفسها غنشد هنا ونجي لهنا العوينه الاولى نشد فيها. كيولي عندنا هنا واحد الخويط غادي نهزو ونلوي على البرجلويات. بالنسبه لهاد الحرير اخواتي حتى هو راه مبروم على جوج شعرات، وشوفوا ماشي بالضروره ديروا الحرير على جوج شعرات، على حسب نتوما اشنو مطلوب ليكم، وعلى حسب الثمن باش يد البياسه، وعلى حسب شي مره حتى الحرير كيفاش تيكون. شي مره واخا كنبغيو نخدمو بالحرير على ثلاثه كيصدق الحرير غليظ اولا تيكون تيتقطع كيتشنتف، فرا كنضطروا اننا نديرو على جوج، وكيبقى على حساب عاوتاني اشنو مطلوب ليكم. صافي ها نتوما نرجع لهنا نفس العوينه ولكن الخيط على يدي اليسر. غادي نغلف هاد السنينه بجوج مرات، واحد جوج، غنديرو غير جوج باش ما يجيوناش هاد السنينات مزاحمين. صافي نجي للعوينه اللي حداها مباشره، ما كنخليو حتى عوينه وما كنضربو حتى ضربه، كنجيو مع العوينات وحده حدا وحده ونخدمو هاد السنينات. نجي لهنا نلوي جوج لويات على البرا، نجر الخيط الفوق، نرجع لنفس العوينه ونغلف هاد السنينه بجوج مرات، واحد ها جوج، ونجي للعوينه اللي حداها.
انا تقريبا اخواتي درت ندير هاد السنينات بزاف الصراحه، راه تيجيو زوينين وراه ما صعابينش في الخدمه. نغلف بجوج مرات، نجي للعوينه اللي حداها، نهز هاد الخيط الوجلويات على البرنجور، الخيط الفوق، نلوح الخيط على يدي اليسر، نرجع ندخل الابرة في هاد العوينه، نغلفها بجوج مرات، كنبقاو غاديين اخواتي بهاد الطريقه حتى تندورو مع هاد الدرس كامل، ما كننقزو حتى عوينه وما كنضربو حتى ضربه، كنمشيو عوينه بعوينه نديرو فيها سنينه. واخا كنتعطلوا اخواتي في هاد الدرس الصراحه راه تيجي زوين، وراه بينو وبين ما كبيرش بزاف، مهم راه تيجي زوين وتيجي مواتي مع اي راندة درتو فيها الفراشه. الا بغيتو بحال هكا ديروا معها شي درس يجي متناسق معها، فراه الدريس تيجي معها زوين. مهم اخواتي باش ما نطولش عليكم الفيديو، غادي نكمل نفس الطريقه حتى ندور مع هاد العوينات كاملين وغنرجع لكم. هانتوما اخواتي راني كملت سنينات، هذا هو الدرس تيجي على هذا الشكل. بالنسبه لهنا اخواتي راه كنا ملي بدينا كنخدموا في هاد العوينات اللي ما بين هاد القوس وهاد القوس، راه خدمنا هنا الوسط 11 ضربه، وهانتوما ملي خدمنا هاد الدرسه وهاد الدرسه راه بقات لينا الوسط غير ضربه واحده. المهم هذا هو القياس اللي درت انا، ولكن بالنسبه لكم نتوما الا بغيتوا بحال هاد الدرسات يجيو مباعدات على بعضياتهم خليوه هنا اكثر، هنا خليت انا 11، ولكن نتوما اللي بغيتوا هنا يبقى لكم الفراغ خليوه اكثر من 11. المهم هذا هو القياس اللي درت انا، وهذا هو الشكل جاء على هذا الشكل. هذا هو الدرس اخواتي، الصراحه راه جا زوين، نتمنى ان هذا الدرس يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش اخواتي من باب الدعم والتشجيع ضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش في القناه تشارك مع حبايبكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه. وشكرا لكم وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.